بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلوم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعفة الزينبية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الأرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، إمام زماننا وولي نعمتنا وحبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وشفيع ذنوبنا، صاحب العصر والزمان، تبيان البيان، مظهر الإيمان، عدل القرآن، إمام الإنس والجان، مهدي آل محمد. صلى الله عليه وعلى آبائه الأطيبين الأطهرين في كل آن وحين، يا كراما صبره صبرنا عنهم محال، يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي بعدكم في شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال، صرت لا أدري يميني من شمال، يا رعاك الله يا ريح الصبا. أنا حاضر بمجلس السيدة آية الله العظمى والفقيه العالم الفاضل الجليل السيد محمد الشيرازي قدس الله روحه الزاكية، وكان يصفق في مجلسه في مجالس فرح أهل البيت. أريد أسمع صفقتك، هاي كل صفقة بيعة للإمام الحجة، بيعة للزهراء، بيع لآل محمد، جعلنا الله جميعا من أنصارهم. أريد إيدك هاي تبايع بها إمام زمانك بالصفقة وبالحضور وبالصوت، والله يجعلنا جميعا من أنصار الحجة عجل الله تعالى فرجه. يا رعاك الله يا ريح الصبا، إن جريت اليوم في وادي قبا، سل أهيل الحي في تلك الربا، هجرهم هذا دلال أم ملال، هجرهم هذا دلال أم ملال، يا مهدي
يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي الله يقضي حاجتك يا مهدي يا مهدي من رأى وجدي لسكان الحجوم قال ما هذا هوى هذا جنون أيها اللوام ماذا تبتغون قلبي المضنى وعقلي ذو اعتلال قلبي المضنى وعقلي ذو اعتلال صاحب الأمر الإمام المنتظر من بما يأباه لا يجري القدر حجة الله على كل البشر خير أهل الأرض في كل الخصال خير أهل الأرض في كل الخصال فاق أهل الأرض في عز وجاه وارتقى في المجد أعلى مرتقى لو ملوك الأرض حلوا في ثرى كان أعلى صفهم صف النعال كان أعلى صفهم صف النعال ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع صير الإظلام طبعا للشعاع وارتدى الإمكان برد الامتناع قدرة موهوبة من ذي الجلال قدرة موهوبة من ذي الجلال يا مهدي من أنصار بحق الزهراء يا مهدي يا مهدي يا مهدي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى للكتاب في الناس أولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إذا عندك صلوات حيدرية صلي على محمد وآله خير البرية مجالس فرح الزهراء وآل الزهراء وشيعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مجلس مختصر أجعل كلامي في بعدين البعد الأول ما معنى فرحة الزهراء سلام الله عليها وما هي المناسبات التي صارت سبباً لأن تفرح فاطمة صلوات الله وسلامه عليها مدة 8 أيام تتوالى مناسبات تفرح فاطمة سلام الله عليها المناسبة الأولى في يوم 9 من شهر ربيع الأول هلاك ألعن القاتلين وألعن الظالمين وأرجس الأولين والآخرين وأنجس الأنجسين قاتل الزهراء لعنة الله عليه وعلى من لف لفه ومن لا يرضى بلعنه من الأولين والآخرين في نفس اليوم 9 من شهر ربيع الأول هلاك عمر بن سعد لعنة الله عليهما الذي استجاب الله تعالى فيه دعاء إمامنا الحسين عليه السلام إذ قال له يوم عاشوراء وسلط الله عليك من يذبحك وأنت على فراشك
هذا في يوم التاسع من شهر ربيع الأول. في يوم العاشر من شهر ربيع الأول ذكرى زواج خير المرسلين أعظم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وآله من مولاتنا أم المؤمنين خديجة الكبرى. هذه المناسبات تسر الزهراء سلام الله عليها. في يوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول وصول رسول الله صلى الله عليه وآله سالما من الهجرة، إذ هاجر في واحد شهر ربيع الأول من مكة ووصل إلى المدينة صلى الله عليه وآله في الثالث عشر من شهر ربيع الأول، وتلقاه المهاجرون الأنصار وبعض المهاجرين ممن كان قد أمره رسول الله أن يذهب قبله بالأبيات المشهورة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فلأن رسول الله وصل سالما يوم الثالث عشر، طبعا المخالفين لأهل البيت الملعولين على ألسنة أهل البيت عليهم السلام ما عندهم هذا التاريخ، هذا تاريخ خاص بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المناسبة تفرح الزهراء سلام الله عليها، وصول رسول الله سالما في الثالث عشر من شهر ربيع الأول. هذه المناسبة الرابعة. المناسبة الخامسة، في الرابع عشر من شهر ربيع الأول هلاك يزيد لعنة الله عليه قاتل إمامنا الحسين عليه السلام. هذه المناسبة تفرح الزهراء عليه السلام. وفي نفس اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول قيام المختار البطل الحيدري مطالبا بثارات الإمام الحسين عليه السلام. هذه مناسبات تفرح الزهراء عليه السلام. وأيضا في السابع عشر من شهر ربيع الأول ميلاد زعيمنا وإمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، وميلاد خير خلق الله أبي الزهراء حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله. هذه تقريبا أهم المناسبات الواردة في روايات أهل البيت والتي يعبر عنها بفرحة الزهراء سلام الله عليها بشكل عام، ولكن بنحو خاص لا، الفرحة الواردة أكثر إنما فرحا بهلاك قاتل الزهراء سلام الله عليه، ورحمة الله على من قتله، ورحمة الله على ذلك البطل الحيدري فيروز رحمة الله عليه الذي ما يتوفق إلى هذا العمل إلا من كان بين عينيه بصمة محمد وآل محمد. طيب احنا واجبنا شنو؟ هذا البحث الأول انتهى، الآن البحث الثاني حتى ما أطيل. المشكلة قبل ما أدخل بهذا الكلام، كثير ممن يدعي العلم وهو لا علم له، ومصيبة ابتلى بها أهل البيت والشيعة على كرور الليالي والعصور والأزمان، من أولئكم الحمقى الذين يتقولون على آل محمد ما لم يقولوه، أو يتقولون على القرآن ما لا يعنيه القرآن في الكلام. السؤال هذا، هل يجوز لعن أعداء الله وأعداء رسوله وآل رسوله صلى الله عليه وآله؟ طبعا، وإذا قلنا جائز راح يدخل السب جائز والشتم جائز. ليش؟ لأن اللعن أعلى من السب. اللعن الطرد من رحمة الله، أما السب أقل من هذا. أنت الإنسان يوم يسب لك واحد اليوم قد يصلح أمره غدا، أما إذا طرد من رحمة الله القضية منتهية. فإذا جاز اللعن جازت كل مراتب تنسب إلى اللعن من الفحشاء والسباب والوقيعة والتهمة والظنة وما إلى ذلك. طيب،
القرآن واضح، عندنا أكثر من 32 آية في القرآن، هاي أولا. مع أن الصلاة بعظمتها ورد الكلام عن الوضوء بنحو من التفصيل في آية واحدة، بينما اللعن ورد في 32 آية على مختلف السور ومختلف الوقائع ومختلف الأحكام، هذا أولا. اثنين، أكو أمر أعلى من هذا، اللعن خلق الله، الله يلعن، الله بذاته المقدسة يلعن. القضية أعظم من الصلاة، هنا أريدك تتوجه لي حتى أعطيك مخ المجلس هذا الكلام. حبيبي الصلاة يتعود عليها الإنسان، الصلاة ترفع التكليف لكن ما تطببك الجنة، هاي الشبهة لابد يرفعها الإنسان من ذهنه، لأنه رفع التكليف شيء وقبول التكليف عند الله شيء آخر. الله تعالى لما تصلي إلى الله صلاة رفع عنك التكليف، لكن هل الله قبل صلاتك؟ هذا بحث ثاني. الصلاة لا تقبل إلا بولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم. القضية خطرة للغاية، القضية في غاية الأهمية، وقد يتغير حكم الصلاة. أنت الآن في دار الإقامة صلاتك تمام، في دار السفر صلاتك شو تصير؟ قصر، لكن ما عندنا براءة تمام وقصر، ما عندنا تولي تمام وقصر. التولي والبراءة والتبري فرعان من فروع الدين. الصلاة ما تطببك الجنة، التولي والتبري طببك الجنة. بل لا يتبرأ ملعون، من هنا قال بل، مو بس ما يتبرأ، لا، من يعتبر القول في البراءة إثما هو هذا ملعون. قال الإمام الجواد صلوات الله عليه: من تأثم أن يلعن عدو الله فعليه لعنة الله. اللي يعتبر لعن عدو الله إثما ذنبا ما شئت فعبر، هو هذا ملعون على لسان إمام معصوم. وإذا الإمام لعن أحد، هل يستطيع عد أن يشم رائحة الجنة؟ أصلاً الإمام إذا لعن أحد كاشف عن أنه ليس طاهر النسب. هالقضايا في غاية الأهمية، من هنا القرآن يتحدث عن هذا أكثر من 20 آية على أزمنة أنبياء مختلفين في أماكن عدة وأزمنة مختلفة ووقائع متباينة، ورد السباب في القرآن. ما عليك بالهذا يقوم يلوك لحييه بما لا يرضى الله، هذا كلام الله رب العالمين في أكثر، إذا نريد نستقصيها أكثر من 20 آية، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. الحمر شنو؟ جمع حمار، حمير. إنهم كالأنعام بل أضلوا، هي منو الأنعام؟ الأنعام الثلاثة، الشيات والأبقار والجمال، هي هاي. الله يقول بل أضل، عتل بعد ذلك زنيم، نص القرآن زنيم ابن زمر، هذا كلام الله عز وجل. ما عليك باللي فاهم من القرآن نصف حرف مو حرف يريد يتقول على الله، هذا كلام الله. تلا تؤمن القرآن دستور الحياة؟ هذا دستور الله في كلامه، وهكذا روايات أهل البيت عليهم السلام، وروايات مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أو في سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفار. أنا مو بصدد إيراد هاي الآيات جميعا، أريد أقول أن القضية في غاية الأهمية. الوضوء اللي هو مقدمة للصلاة في شيء من التفصيل ورد في آية واحدة، أما هاي القضية وردت في أكثر قصص القرآن تقريبا، أكثر من نبي وأكثر من ولي وفي أكثر من حادثة، واللفظ نفس اللفظ من حيث النهاية، وإن كان من حيث البداية تختلف الألفاظ فيما بينها. إذن
القضية في غاية رمية. أما المصيبة أن واحد تعلم له حرفة يصير دين أكثر من نفس الدين، هي هاي مصيبة من يخرج عن حيزة التشيع وبالنتيجة لا يقع إلا في حفر الضلالة. هذا كلام أهل البيت وهذا كلام الله. نلعن نحن؟ نعم نلعن، ولعنة الله على من لا يلعن. نسب نحن؟ نسب كما الله يسب. نشتم؟ نشتم، هذا واقع. هسه يجيك إنسان يقول لك أنا في ظرفي، ظرفك ما يسمح لك، مشكلتك ظرفك ما يسمح لك تصلي قصر، تمام. ظرفك يسمح لك تصلي قصر، ما تصير تصلي، تم الصلاة تشتد وتضعف ركعات ومن حيث العدد في مكان دون مكان، هكذا التولي والتبري. ثم الصلاة إذا أديتها مرة واحدة باليوم سقط التكليف، لكن تقدر تتبرى مرة وبعد ما تتبرى أبدا، هذا وجود مستمر من يوم التكليف إلى آخر نفس. يجب أن توالي محمد وآل محمد صلى الله عليه. وتعال انظر إلى كلام أهل البيت، إذن اللعن والسب والشتم هذا من أخلاق القرآن. أما إنسان يريد يتقول على القرآن لم يفقه من اللغة حرفا، هذه مشكلته. هذه آيات، ونحن مأمورون بأن نأخذ مثل ما بكتاب الله نأخذ بعترة النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا سار الأنصار والأصحاب لأهل البيت على هذه الوتيرة. الله يرحم رحمة الله عليه العلامة الموالي المتبري من أعداء أهل البيت، خادم الشريعة الشيخ عبد الحسين الأميني رحمة الله عليه، هذا الرجل اللي إلى فضل صاحب كتاب الغدير، في كتاب الغدير يروي شعر أحب أعرض بخدمتك عن ابن مدلل الحلي. شعراء شون يعني قريحتهم من أهل البيت، حتى ألفاظهم يأخذوها من الروايات، مو أحاسيس وعواطف ومشاعر، لا، كلامهم كلام أهل البيت عليهم السلام. شو يقول هذا ابن مدلل في الغدير؟ يقول: ولقد روينا في حديث مسند عما رواه حذيفة بن يماني. شنو روى حذيفة؟ إني سألت المرتضى، صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين، إني سألت المرتضى لما لم يكن عقد الولا يصيب كل جناني. حذيفة يقول: أنا سألت أمير المؤمنين عقد الولا، عقد ولايتك، محبتك، التولي لك ولآلك، شو ما يصيب أي قلب إلا النزر إلا القليل. إني سألت المرتضى، تمو تقول السيد الشهداء يا ابن عقد الولا، الله يرحم فتح الله الشاعر، وين ماذا ابن الدهر يوصلني عطرج كربلة، وكل دقيقة من العمر أذكر شبل عقد الولا. وهذا من عقد الولاية، عشان ولاية أمير المؤمنين. فحذيفة يقول: إني سألت المرتضى لما لم يكن عقد الولا يصيب كل جناني، فأجابني. هسه الجواب من عند من؟ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأجابني بإجابة طابت لها نفسي وأطربني لها استحساني: الله فضلني وميز شيعتي عن نسل أرجاس البعول زواني، ورواية في فضلها إن قام الورع قد قالها سلماني. المفروض سلمان، ولكن الضرورة الشعرية للناصبي يقال يا ابن فلانة، ويقال للشيعي يا ابن فلاني. ابن فلانة ابن حرام يعني، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة، ومن ابن فلانة؟ حتى مع الأسف البعض الفاتحة نروح فلان ابن فلانة، لا مو فلان ابن فلانة، غلط، فلان ابن فلان، لأن الشيعة طاهروا المولد بولاية آل محمد صلى الله عليه. ثم القرآن يقول: ادعوهم لآبائهم. هاي تسربات وردت من أعداء أهل البيت إلى روح فلان ابن فلان. رسول الله قال: يا علي بشر شيعتك بعشر خصال، أولها طيب المولد، أول خصلة من خصال انتسابنا لأهل البيت أننا طيبوا المولد. قد قالها سلماني
للناصبي يقال يا ابن فلانة، ويقال للشيعي يا ابن فلاني. كتموا أبا هذا، الناصبي كتموا ما ذكروا أبو ليش؟ لخبث ولادة. والشيعي ولطيب ذا يدعى بلا كتمان حيدري. فالتولي والتبري واجبان فرعان من فروع الديان، يبقان معك إلى آخر نفس. بل القضية أبعد، حتى في رواية رسول الله صلى الله عليه وآله: وأكثروا من سبهم وشتمهم والوقيعة فيهم. حتى يجوز أصلا بهتان يصير لأعداء الدين. لماذا؟ حتى لا يضحك على ناس ولا ينغر بهم أناس. لأن مثل ما عندك أمر بالمعروف، مثل ما عندك نهي عن المنكر. فإذا الروايات والآيات كلها تتكلم أن الشيعي لابد أن يكون صلبا في البراءة. وهاي وين تظهر ثمرتها؟ عند ظهور مولانا المهدي من آل محمد صلوات الله. هناك اللي قلبه ريشيش هناك يقوم يلعب. اللي عنده براءة واقعية يوم أن يخرج الإمام الجبت والطاغوت هناك يفلح، هناك ينجح. أما اللي براءة قليلة سيخرج من الغربال خلق كثير كما قال أمير المؤمنين. فنحن ندع الحزن، ندع الهم، ماكو واحد ما عنده مشكلة بدن، والدنيا أم المشاكل. رسول الله يقول الدنيا سجن المؤمن، هو السجن براحة؟ قل لي ماكو واحد ما عنده مشكلة. هاي اللحظة وهاي الأيام دع المشاكل تحت قدمك وافرح بفرحة فاطمة عليه السلام. إذا أنا عندي دين وعندي ضمير، كن عندي غيرة على أهل البيت، كن عندي غيرة على الزهراء. اللي يصير فاطمة أفعله، لعن قاتلها يصير فاطمة أفعله. تكثير في مجالس البراءة من أعداء الزهراء أكثر، لأن ذلك يفرح فاطمة سلام الله تعالى عليها. ما أريد أطيل، أسأل الله بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها أولا أن يعجل فرج مولانا صاحب الزمان، عجل الله فرجه، يجعلنا من أنصار هاي العقائد اللي تخلي إنسان يكون من أنصار المهدي من آل محمد. أقربيتين قبل ما يجون الرواديد، حتى إن شاء الله كل إحنا نسجل اسمها فرحة الزهراء. أريد أسمعها من حلقك، هذا اسم الزهراء، اسم أهل البيت، يطهر الأرجاء. الغيبة تنجس الأرجاء، النميمة الفتنة تنجس الفضاء. أسماء آل محمد ذكرهم يطهر الأرواح، يطهر النفوس، يطهر القلوب، يطهر الأبدان، يطهر كل شيء، لأنهم طاهرون مطهرون بل ومطهرون. فهي فرحة الزهراء. وين ما قاعد إيدك وصفقتك بايع فاطمة عليه السلام، مثل ما اللعين ابن اللعين ضرب الزهراء على خدها، انت هم ايدك هاي تمثل براءتك، واليسرى خد ذاك اللعين اسطره على خده بكل قوتك بكل حبك لفاطمة صلوات الله وسلامه تعالى عليها. اسطر واضرب كل انف وكل فم لا يرضى بلعن اعداء الزهراء. أنادي معي بأعلى صوتك: مولاتي زغرة، مولاتي زغرة، مولاتي زغرة البتول، مولاتي زغرة، مولاتي زغرة، مولاتي زغرة البتول، مولاتي زغرة، مولاتي زغرة، مولاتي زغرة البتول، مولاتي زغرة. سيد الشهداء قريب منك: مولاتي زغرة، مولاتي زغرة، مولاتي زغرة، يا زغرة يا زغرة، مولاتي زغرة بتول. يا لذكرك فاحبك العالم
منك أرض وسماء ويا لحبك من جلك الواحد بيه تعلى وسماء يا لاسمك للشيع الآمن حرز وفخر وسماء يوم المحشر ظل بيفخر يوم المحشر ظل بيفخر صيح بصوته يقول مولاتي زغرة مولاتي زغرة مولاتي زغرة البتول الفرح فاطمة افرح هي هي المنقذة في الدنيا والآخرة مولاتي زغرة مولاتي زغرة مولاتي زغرة البتول الإمام العسكري آخر كلام فرحة الزهراء صلاة نرسلها على الزهراء بلسان إمامنا العسكري عليه السلام ارفع يدك والله يجعلها العمل في سجل أعمالنا يزيد براءتنا وحقدنا وحنقنا على كل واحد عادى أهل البيت أو عادى شيعتهم من النواصب من الأولين والآخرين اللهم صل على فاطمة الزكية حبيبتي حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أمة أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصلي عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجاء بها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها اللهم وأبلغهم عني في هذه الساعة آلاف التحية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين.